انه رغم ان انا في معاهده سلام بينه وبينهم، انه وارد جدا لو انت ضعيف انه ما عندوش مشكله يحتل ارض اخرى، يدخل سينا غير كده. بص وارد. استشعر انك بتكلمني على موضوع الساعه وفكره التهجير. يعني هو يعني سؤال يتبادر ربما للاذهان. نعم. ايه اللي يخلي اسرائيل تفرط او تهدد اتفاقيه سلام بقالها اكتر من 44 سنه مع مصر في مقابل فكره مرفوضه وغير مقبوله ولن تقبلها الوطنيه المصريه؟ نعم. ولن تقبلها السياده المصريه. انا عارف ان ناس كتير جدا بقالنا اكتر من شهر دلوقتي بنتكلم عن المخاطر التي تحدث بسيناء والتهجير وبتاع، بس انا عايز اقصل من وجهه النظر جوه اسرائيل. جوه اسرائيل هما بيفكروا في القصه دي ازاي؟ اولا افكار كتير جدا واطروحات كتير جدا اتكتبت من اول خطه جيورا ايلاند كتبتها في المصر اليوم 2010 لغايه خطه وزيره الاستخبارات الاسرائيليه جيلا جملائيل عن فكره تبادل الاراضي او ادخال الفلسطينيين مهجرين قسرا الى سيناء. بص الاول نفهم معلش كيف تفكر اسرائيل في هذه المساله. احنا ضد الفكره بس انا عايز اوصل كيف تفكر اسرائيل. واحد، المفكرين في اسرائيل بدءا من جيورا ايلاند هو الاب الروحي لفكره التهجير وتبادل الاراضي والاعتداء على السياده المصريه في سيناء. ممكن توضح للناس مين هو؟ تشرح للناس؟ جيورا ايلاند لواء احتياط في الجيش الاسرائيلي ومفكر استراتيجي مهم جدا، كتب دراسه في معهد بيجن سادات سنه 2010. الدراسه ديت كانت تقوم على فكره اخلاء اجزاء من سيناء لصالح نقل سكان من غزه. والفكره زي ما طرحها قايمه على رأي عام كان بدأ يتبلور في المجتمع الإسرائيلي نتيجة الفرص الضائعة في اتفاقيات السلام ونتيجة الفرص الضائعة في التسوية. الإسرائيليين بيفكروا إزاي؟ وهنا أنا هتكلم على إطلاق بالألف واللام يعني. عندهم فكرتين أساسيتين بيحركون في موضوع التهجير. الفكرة الأولى إن إسرائيل لن تتحمل تبعات القضية الفلسطينية وتبعات حل القضية الفلسطينية. هناك 22 دولة عربية هم يتحملوا مع إسرائيل تمن حل القضية الفلسطينية باعتبار ان غزة اهلها من السكان العرب وفي 22 دولة عربية، فاسرائيل لن تقدم لغزة او للدول العربية الحل على طبق من ده. ادي اول فكرة. الفكرة طبعا مرفوضة. ليه؟ خلينا نرد على الفكرة. خلينا نقول الافكار وبعدين نقول الرفض كله. ماشي. لكن نقول هم تفكيرهم ايه. الفكرة الاولى ان الدول العربية تتحمل مع اسرائيل او تتحمل حتى بالكلية حل القضية الفلسطينية سواء كتمويل او كاراضي يتم اخذها من بعض الدول العربيه دول الجوار يعني. الفكره الثانيه ان فلسطين من فلسطين التاريخيه من وجهه النظر الاسرائيليه لا تزيد عن 27000 كيلومتر مربع، وهذه وفقا لوجهه نظر الاستراتيجيين في اسرائيل مساحه ضئيله جدا ومحدوده، وبالتالي هذه المساحه لا يمكن ان تقسم على اثنين، مش هيقسموها مع الفلسطينيين. والحقيقه ان هم وفقا لافكارهم محتاجين عمق استراتيجي يحقق نظريه الامن الاسرائيليه لنقل اي معارك مستقبليه او حروب مستقبليه في الاراضي العربيه مش في العمق الاسرائيلي. فاقتسام فلسطين التاريخيه من النهر الى البحر مع الفلسطينيين هذا امر لا يرفضه الاسرائيليين. بس هذا الكلام لا يمكن ان امر عليه مرور الكرام، بمعنى فكره ان الدول العربيه تتحمل مصر والاردن تحديدا فكره